من نزوح لنزوح ومن تهجير لتهجير، كتب على سكان غزة الرحيل كما كتب على الذين من قبلهم، رحيل يحمل معه آلام الماضي وتساؤلات الحاضر وخوفاً من المستقبل، رحيل متزامن مع أوضاع إنسانية كارثية يعيشها سكان القطاع المحاصر على خلفية احتلال معبر رفح. ومن خيام إلى خيام يهجر الفلسطينيون من مدينة لمدينة، مجبورين لا مخيرين، خوفاً من آلة الحرب الإسرائيلية وما تفعله من مجازر القطاع ما زال شاهداً عليها، والتي كانت آخرها في رفح الفلسطينية من عمليات عسكرية واحتلال المعبر من الجانب الفلسطيني. كما لو أن كتب على الفلسطينيين عدم المعيشة كسائر شعوب الأرض. معي تحويلة نموذج لبنتي إن أروح أعمل لها عملية برا، وبستنى برحمة الله وهي المعبر سكروه، ومش عارف شو الواحد شو بده يساوي شو بده يعمل. أنا نفسي أعرف حقنا، إحنا ناقص زي الدول الثانية نعيش زيهم بأمان، وبالذات بولادنا عاشوش الطفولة، صار بس حياتهم وين بدنا نروح خبطوا رموا مناشير، بدنا نرحل وين، حتى النوم بنموهوش الأطفال. وبعد تدمير الاحتلال الأخضر واليابس في غزة، لم يصبح هناك مكان آمن داخل القطاع المحاصر يذهب إليه الفلسطينيون استجابة للأوامر الإسرائيلية لهم بالإخلاء، في ظل تساؤلات عن الأماكن الآمنة، في ظل قصف الاحتلال كافة أنحاء القطاع، وتسيطر مشاعر الخوف على النازحين الفلسطينيين الذين يعيشون في مخيمات مؤقتة برفح الفلسطينية بعد أن سيطر جيش الاحتلال على المعبر الحدودي من الجانب الفلسطيني، ودخلت دباباته إلى المدينة التي يتخذ منها أكثر من 1.5 مليون فلسطيني ملاذاً أخيراً لهم. معبر رفح الشريان الرئيسي لقطاع غزة، بندخل مساعدات وبيدخل المواد والأكل وكل إشي بيدخل لنا. يعني اليوم مجرد ما قالوا سكر المعبر، اليوم السكر غلي، صار ب45، كانت 7 شيكل، اليوم حياة غليت، بدأت تغلى تلقائي، يعني بشكل تلقائي. وإيش بدنا نعمل؟ يعني إلنا الله، وهينا بدنا نروح على خان يونس، ومن خان يونس مش عارفين وين بدنا نروح، إن شاء الله على بلادنا، بس ما يرجع على خان يونس، لأنه بقول لك بعد رفح حيرجع على خان يونس. يعني رايحين، هل إحنا ميتين ولا طيبين؟ مش عارفين وين نروح. قطاع محاصر وأوضاع مأساوية لا تنتهي، وشعب لم يصبح آمناً داخل أرضه، ظروف يواجهها الفلسطينيون بكل صبر وجلد في ظل آلة حرب إسرائيلية لا تعرف للسلام طريقاً أو دستوراً.